تم التسجيل والمساج لاستديوهات أفراح العروسة لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء عصب الطلق. للتواصل 05-333-48-02-1 يبقى عبد الله شوفته بسلامه راسمه. تم التسجيل والمكساج بسيديوهات أفراح العروسة لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1 أنت ربع في مساء المادية بنك الغناء القصيدة اللي جمل يا جاري مجال في لزوم كف وقوله ويضرب لي صدى يطب فراسي حمية وطيب وامتعان اتحد القف عاندة وكسر عصا يا بني الجاني ربعي طهط حر الجان الفرح بالجاني ما يلحاج الجان يا بني الجاني ربعي طهط حر الجان الفرح بالجاني ما يلحاج في خيولك شعشع نوري شيال الثقال يا عسى تبتسمينا ويسعد في الحياة يا فهد شوفتك بس سلام راسمان يدعي الله من يعزمك ويرفع لسمان يا فهد شوفتك بس سلام راسمان يدعي الله من يعرفك ويرفع نيدا انخفضت اللي من الباب ما حصل غلا والتمس بل الملاهي في لطفة فهد بالموادي بيضرب بك مثال انت ربع في سم المجد يا بنك الغنى يا سلطان في الموادي بيضرب بك مثال انت ربع في سم المجد يا بنك الغنى يا مكارم شرب الضيف من سفرة الدلال البداية فيك تصلح على كل اتجاه اشتكي في غيابك الطب يا وفي الخصال واشتكي غيبتك بالدرب يضرب بك الطيب يا وفي الخصال واشتكي غيبتك بيتني يدرى من نصا واشتكيت غيبتك وضحيت من خيار الحلال انت راعيها على العز يا شيخ الرجال يا فهد اقصر الشعر ويجف الخيال انت طيب فوق بيت القصيد مستوى ابو عبد الله يقصر الشعر ويجف الخيال انت طيب فوق بيت القصيد مستوى لو فكرت فيك من نادر الشعر الجزال فعلك أكبر من قصيد تنقل هزوا أبو عبد الله لي أشال ثقل الحمل شال فرس من فطرك عباد مختم النساء لا نسال الليل يا مال يا ثقل الحمل شال معزة من ألاد الحبيبي انتو يا الرجال يا سحول الجهني انتو مروي السلال لا بتم في زونة هبكار مشروب الزلال والعدو مكسور باسه وملعون الثوال من الجهني إلا باه اللي مثل شم الجبال ثابت والله ما تخضع إلا لله الجهني إلا باه اللي مثل شم الجبال ثابت والله ما تخضع إلا لله للتواصل 05-333-48-02-1 لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48